صب شاكوش ده مفيش كلام. أزمات مطربي المهرجانات في مصر لا تنتهي. كل اللي طب العيل شكله. وأنا يا عم طوبة اللي أنا أغني مع شخصية زيك تاني. إحنا بقى قاعدين تحت. لا وقف رضا البحراوي لمدة شهرين وسحب تصريح الغنى من حسن شاكوش نهائيا لأجل غير مسمى. دي كانت آخر القرارات اللي أخدتها نقابة المهن الموسيقية في مصر في حق مطربي المهرجانات بعد مشكلة شاكوش مع رضا والتجاوزات اللفظية اللي قالوها في حق بعض. ده غير التحقيق مع حسن شاكوش بسبب إساءته لشعبة الإيقاعيين في المهن الموسيقية. ولا أقدر إن أنا أغلط في أي طبال ولا اي عازف. انا راضي بقرار النقابه وان شاء الله خير وانا واثق في قرار النقابه ان شاء الله. وباين ان مشاكل مطربي المهرجانات في مصر سواء بين بعض او مع النقابه والجمهور مش هتنتهي، فكل فتره بنسمع عن قضيه جديده. ده غير انهم بقوا ضيوف بشكل دائم في لجان التحقيق في النقابه. فمثلا عمر كمال تم توقيفه لمده اسبوع في شهر اغسطس اللي فات والغاء حفلاته بعد تداول مقطع ليه بيقول فيه الفاظ خارجه في واحده من اغانيه على المسرح. كل اللي طب العيل شكله طلع على كتاف ابن اصول. كل اللي عيل شكله. واذا ما كانتش المشاكل مع النقابه او على المسرح فبتكون في الشارع، زي ما حصل في شهر يوليو اللي فات لما اتخانق حمو بيكا مع مجموعه من الشباب اللي خبطوا عربيته في الساحل الشمالي. وده ما كانش الجدل الوحيد ليه، فمن كام سنة وتحديداً في أكتوبر 2019 أشعل بيكا شرارة خلافاته مع النقابة باقتحامه ليها والتوجه بالقصف والسب لنقيب الموسيقيين هاني شاكر. كلنا هنتسلوا نقولوا احنا مش عايزين هاني شاكر المرة الجاية، مفيش تيمة ولا أدب. والقصة دي عرضته للمساءلة القضائية وأحكام بالسجن قبل ما في الآخر تنتهي بتنازل هاني شاكر وقبوله اعتذار حمو بيكا. مادام انتوا مش معترفين بينا انتوا كمان مش مغنيين. ومين ينسى الأزمة اللي عملتها أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال في بداية سنة 2020 لما قدموها في استاد القاهرة وكان من بين كلماتها ألفاظ خارجة. وبعد يوم واحد بس قرر النقيب هاني شاكر بشكل نهائي منع التعامل مع مطربي المهرجانات. ونفس الأغنية دي كانت عملت أزمة بين الطرفين بسبب تجاهل حسن شاكوش لعمر كمال على حسب ما صرح عمر، وتدخل في الآخر تامر حسني وحل الموضوع ده. سكر محل محطوط على كريمة. وعمر كمال اتخانق كمان مع حمو بيكا من فترة قصيرة لما طلع مع عمرو أديب في برنامج الحكاية وقال عنه ما بيعرفش يغني وهو كاركتر، والخلاف ده اتصدر الترند ساعتها وبقى حديث السوشيال ميديا. ورجعوا كمان مرة بعدها واتصالحوا. وأنا يا عم طوبة اللي أنا أغني مع شخصية زيك تاني ولا اللي انا اعمل معاك حاجه تاني. ومشاكل مطربي المهرجانات وصلت للسجون، فمن حوالي 4 سنين صدر قرار بحبس اوكا واورتيجا في قضيه تهربهم من الخدمه العسكريه. وواضح ان تقنين النقابه لاوضاع مطربي المهرجانات والاختبارات اللي عملوها عشان ياخدوا تصريح للغنى ما كانتش حل لمشاكلهم، وباين اننا هنفضل نشوف قرارات واقفه عن الغنى ولجان تحقيق. صب شاكوش ده مفيش كلام.